السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد على قناتكم رفيقتي، تسابق سلطة زاغور الزمن في هذه الأثناء للسيطرة على حريق موئل شبه بواحة للنخيل بمنطقة تلوين غير بعيد عن أكدز، وكذا دوار تغزات أجريسيفس الواقع بجماعة تمزموط بإقليم زاغورة. وأفادت مصادر أن النيران شبت فجأة في نخيل واحة متسببة في خسائر مادية فادحة، في حين لم تسجل أي إصابات في الأرواح. وأضافت مصادر أن السلطات بمختلف مكوناتها تواصل في هذه اللحظات عملية إخماد النيران مستعينة بمعدات لوجستيكية كبيرة ومعززة بطائرات خاصة بإطفاء الحرائق. جزاكم الله خيرا على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.